بكل خير أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، أسعد الله مساءكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. نتواصل مشاهدينا الكرام بعد أن تم التتويج والتكريم للأخوة الفائزين بالمراكز الأولى. هذا هو ميدان المرموم، أشواط تكرم وأشواط أيضا تستعد وأشواط تتحرك، ونحن نتحرك بشوطنا العاشر لفئة الجعدان المهجنات الأصايل لأبناء القبائل، مع أيضا 6 كيلو مترات التي نتابع فيها التحدي، نتابع فيها الإثارة، نتابع فيها الحماس، علما بأن الجائزة سيارة للفائز بالمركز الأول ومن الثاني وحتى المركز العاشر، جوائز نقدية قيمة رصدت للفائزين. نذهب مباشرة إلى المراكز الأولى، نعطيكم الوصف التفصيلي للمراكز الأولى، ونفتتح إذاعتنا بسراب العلي بن مطرب الساحر الاجتبي، من يقدم لنا سراب بأول المراكز ليعلن وجوده، والمركز الثاني اللي هو معي محمد محسن بن حزام بن راشد بن نديلة، من يتقدم في هذه الجولة ويعلن وجوده على المركز الأول. المركز الثاني الرامي سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي، من يتقدم بالمركز الثاني. أما المركز الثالث الوصول من سراب للسيد علي بن مطرب الساحر الاجتبي، المتابعة من المركز الرابع، ويأتينا في هذه اللحظات ما يهاب سفر بن مبلش بن مسفر البقمي، هو من يتقدم بالمركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس الوصول من صوع الحميد بن احمد بن حارب المهيري، المتابع ايضا من المركز السادس شاهين حمد بن علي بن حمد الفهيده المري، يقدم لنا جديده في هذا الاندفاع وفي هذا التحدي. المتابعه من المركز السابع، المركز السابع الوصول من الذيب منصور بن محمد بن عبد الله بن خليفه المهيري، والمركز الثامن هذا الخلاوي محمد بن سيف بن عبيد بن سعيد بن كديده يتقدم بالمركز الثامن. والمركز التاسع في هذه اللحظه ياتينا مشرف محمد بن فرج بن عبيد المنصوري. اما المركز العاشر فهنا الوصول من الخروف عبد الله بن حميد بن حارب المهيري. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء للعشره المراكز الاولى. نحن نتابع مشرقين ومغربين طالعين ونازلين، نتابع في هذا الشوط كل جديد وكل ما يطرأ من جديد على المقدمة. ولكن بن نديلة يا سلوم يا سلوم، خذ المركز الأول مع اللي هو معي محسن بن حزام بن راشد بن نديلة، من يقدم لنا معي بالمركز الأول، ويتابع طريقه الناموس. نتأخر قليلا عن المركز الأول، ولكن مثل ما يقول ابو عمر خليك مكانك لا تخوز عن هذا الموقع. نحن بنتاخر قليلا الى المركز الثاني الرامي لسعيد بن محمد بن سالم لوهيبي، من يتقدم بالمركز الثاني. والمتابعه من المركز الثالث الوصول من شاهين حمد بن علي بن حمد بن فهيده المري، يقدم لنا شاهين بثالث المراكز. والمركز الرابع، ايضا له دور في المنافسه، له دور بالسياره، له دور بالناموس. يتقدم ما يهاب اللي هو سفر بن مبلش بن سفر، من يقدم لنا ايضا المركز الرابع. والمركز الخامس اللي هو صوع حميد بن احمد بن حارب المهيري، ياتينا بالمركز الخامس. والمركز السادس ارى ايضا الذيب منصور بن محمد بن عبد الله بن خليفه المهيري. تقريبا هذه الخمسه المراكز الاولى مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء التي نتابعها في حلها وترحالها في هذا التحدي في هذا المسار في المرموم 2015. نعود مرة ثانية إلى الصراع، الصراع عند أهل الصراع، التحدي عند أهل التحدي. وما زال معي هو من يعي للأمام، هو من يتقدم، هو من يروح بناموس هذا الشوط، هو من يطير الطيور الطائرة في هذا الميدان التي ترافق أيضا وتغرد له أحلى وأحلى وأجمل الألحان. بالمركز الأول ومحسن بن حزام بن راشد بن نديلة، هو من يدافع على لقب المركز الأول. أما المركز
هذا الثاني الرامي سعيد بن محمد بن سالمين لوهيبي من يقدم لنا الرامي ويقترب ويقترب يقترب أيضا من المركز الأول المركز الثالث الوصول من شاهين حمد بن علي بن حمد بن فهيدة المري والمركز الرابع فهنا مايهاب سفر بن مبلش بن سفر البقمي هو من يتقدم بالمركز الرابع والمركز الخامس صوع حميد بن أحمد بن حارب المهيري أما المركز السادس يحمل معاه أيضا الذيب منصور بن محمد بن عبد الله المهيري يتقدم بالمركز السادس والمركز السابع سراب سهيل بن سلطان بن رشيد يقدم لنا سراب بالمركز السابع والمركز الثامن يقترب أيضا الخلاوي محمد بن سيف بن عبيد بن كديدة والمركز التاسع المركز التاسع أشوفه أيضا من نظراته يقول لهم افقدوا الأمل بالمركز الأول مشرف محمد بن فري بن عبيد المنصوري والقادم أيضا بالمركز التاسع معاهد العلي بن محمد الغفراني المري أما المركز العاشر الواري محمد بن سالم بن دلموش رجتبي هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للعشرة المراكز الأولى الروح يلي بتروح من غير النتيجة الرامي غير النتيجة لصالحه سعيد بن محمد بن سالمين لوهيبي هو من يتقدم إلى المركز الأول ليعلن وجوده يعلن الخطورة الثاني شاهين حمد بن علي بن حمد بن فهيدة المري القادم اللي شق طريقه بصعوبة شق طريقه صوع حميد بن أحمد بن حارب المهيري من يتقدم بالمركز الثاني وصل إلى الأول وصل أيضا وفي طريقه إلى الناموس أما المركز الرابع يأتينا مايهاب سفر بن مبلش بن سفر هو من يقدم لنا أيضا مايهاب بالمركز الرابع والمركز الخامس المركز الخامس هذا مشرف اللي حذرتكم عنه يوم كان به أول إذاعة بالمركز الثامن هو وصل إلى دائرة الصراع يا هي أسامي كبيرة استعدوا يا مضمرين استعدوا يا متابعين الكل هاجم الكل مندفع الكل يبغي الناموس في ميدان المرموم في مهرجان المرموم الناموس حاير طاير الناموس أين يذهب نحن نتجول مع هذه الشعارات نتابع هذه الشعارات نعود إلى المقدمة مع صوع حميد بن أحمد بن حارب هو من يقود المسير هو من يتقدم بهذا العرض ولكن شاهين رافض الاستسلام حمد بن علي بن فهيدة المري يبو بدأ الهجوم من كل الشعارات بدأوا الجماعة يحركون بدأوا يوشوشون بدأوا يأمرون بدأوا يتجاوزون الصراع بعد أن كان واحد صاروا اثنين صاروا خمسة صاروا ستة السيارة لمن الناموس لمن الزعفران لمن أقرب لهذا الشعار أقرب لشعار الشقب حمد بن علي بن صالح بنجرح بالمري يا مرحبا يا المري يا حي الله بالمري الناموس ولكن من الجانب الآخر أيضا كلامه خطير وعرضه جميل يتكلم ولكن الوصول أيضا من معاهد علي بن محمد الغفراني المري يتجاوز من الجانب الآخر أيضا هذا مشرف هذا اللي حطيت عليه الترشيع ما يرضى إلا بالمركز الأول روح يا ولدي كمل الفرحة ولكن أهني أيضا المسار أهني الشقب أهني من يشاقب أهني من يدافع أهني الشقب يدافع علق بالمركز الأول ما زالت المعركة مفتوحة والمباراة مفتوحة الناموس وين يذهب مشرف الشقب مشرف يبعدي الناموس بع مشرف محمد بن فري بن راشد بن عبيد المنصوري الله عليك يا المنصوري الناطق الرسمي في الغربية هذا هو الآن هذا اللي حذرت عنه وأندرت وخبرت وتكلمت ووصل إلى المركز الأول قلت لكم من نظراته ومن عيونه ومن سرعته ومن شعاره صاحب المركز الأول يشرفنا في هذه الجولة يشرفنا بالمركز الأول سلام غربية سلام يا الغربية سلام يا الناطق الرسمي على فوز مشرف بالمركز الأول تهانينا والمبروك لمحمد بن فري بن راهد بن عبيد المنصوري المركز الثاني يأتينا فهنا الوصول من الشقاب وحمد بن علي بن صالح بن جرحب المري المركز الثالث عنوان وحمود بن سعيد بن محمد العفاري المركز الرابع معاهد العلي بن محمد بن حمد الغفران المري والمركز الخامس شايب محمد بن دحروي العامري هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا
الأعزاء، وهكذا استمتعنا في هذا الشوط وشاهدنا العروض الجميلة وشاهدنا مشرف وهو يتشرف وهو يبدع وهو يتألق وهو أيضا يطالب بالناموس وخذ أيضا مكانه الصحيح بتسع دقائق 27 ثانية تسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراعي مشرف، نهني على الفوز وعلى هذا التحدي. المركز الثاني، المركز الثاني وصلنا الشقب وحمد بن علي بن صالح بن جارح حب المري، الله يقول حق، قدم عرض رائع يشكر عليه بتسع دقائق 31 ثانية ست أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثالث، نشوف اللي وصلنا على المركز الثالث. المركز الثالث عنوان الحمود بن سعيد بن محمد العفاري، تسع دقائق 22 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. وعلما أن السيارة الثالثة في رصيد مشرف، هذه المعلومة اللي وصلتنا من سهيل بن غراب أن رصيده السيارة الثالثة في هذا الموسم لمحمد بن فري المنصوري. تهانينا وألف مبروك. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة، يتجدد اللقاء بحضراتكم والترحيب في استمرارية أشواطي هذا المساء، أشواطي سن الإذاع وسن الإبداع والإمتاع في هذه الانطلاقات على أرضية ميدان المرموم. ينطلق الشوط الحادي عشر ليحمل لنا الإبكار المحليات الإذاع الأصايل، المشاركات الفعالة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي الذي توافدوا على ميدان المرموم في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل في هذه الانطلاقات وهذه التحديات في هذه الانطلاقات في هذا التواصل.